احنا سكان من مدن الشمال طنجة تطوان المضيق الفنيدق مارتيل لا يأتي شهر 10 شهر 9 وشهر 10 وشهر 11 عندنا موعد سنوي مع شبح اسمه أمانديس الشمال والاحتجاجات الآن اللي كاين في مدن الشمال كتعرفوها السيد الوزير وكنتمنوا نزول الحكومة لهذه المدن هذا وتبني المطالب العادلة للسكان لكن نطالب أن الحلول اللي وصلت لها اللجنة في مدينة طنجة أن تعمم على باقي المدن كما نرفض التسييس اللي وقع الموضوع هناك أناس يريدون الركوب على الموضوع سياسيا ثم لابد من متابعة الأمر حتى يحل بشكل جذري ومحاسبة الشركة على الاختلالات اللي تلاحظت في قراءة الفواتير شكرا سيد الوزير شكرا سيد النائب هل هناك من تعقيب آخر تفضلوا سيد النائب المحترم عن المجموعة النيابية حقيقة المشكلة الأمانديس في الشمال مشكل عويص هذيك الأثمنة خيالية سيد الوزير لو شتي سيد الوزير منزل واحد معناه الدوفي ديالو باش يدخل العداد ديالو اصلا راه داك مشكل كبير انتهى الوقت سيد النائب هل هناك من تعقيب اخر اذا رد سيد الوزير تفضلوا سيد النائب عن اتحاد الفريق الاشتراكي شكرا سيدي اظن ما يتعلق بغلاء فاتورات الكهرباء هو من مسؤوليه الحكومه والاحتجاج الذي يقع الان في شمال المملكه هو جزء لا يتجزا من الاحتجاجات اللي كاينه على المستوى الوطني وهذا ناتج عن فشل الحكومه في تدبير هذا القطاع وكل القطاعات الاجتماعيه لانه السبب المباشر هو ذلك المصوم المشؤوم اللي جعل من سنة 2015 و2016 و2017 زيادات في الفاتورة ديال الكهرباء في كل يناير ويعني أن الكهرباء مازال غادي يغلى ثانيا أن الاحتجاج هو أمر طبيعي وما كان يوما يسيء إلى سمعة البلد بالعكس أنه يبين مدى ديمقراطية الأنظمة وأن هذه الاحتجاجات هي نفسها الاحتجاجات اللي دائما كانت كتبين الهامش ديال الحقوق والحريات في دولة ما وما يمكنش اننا هذا النهار نقولوا ان الناس ما يحتجوش فهذا الشيء السيد الوزير كونوا على يقين انه سيمتد لانه اكتوبر ونوفمبر هو موعد مع ضريبه استثنائيه لجميع المغاربه على السيادة ديال الكهرباء والناتج انتهى الوقت هل هناك تعقيب اضافي؟ رد السيد الوزير المحترم على التعقيبات شكرا السيد الرئيس اولا بغيت نرجع للقضيه اللي طرحتها السيده النائبه المحترمه نحن نتحدث في المشروع اللي قامت به الحكومه على تعريفه تدريجيه مرتبطه بالاشطر الاجتماعيه لتتوصل حتى ل 150 200 كيلو وات في الشهر والتعريفه الانتقائيه التعريفه الانتقائيه الساده النواب هو واحد المقتضى فيه عدالة اجتماعية لأنه سابقا شنو اللي كان تيوقع؟ كان التوازن اللي تيوقع على مستوى المكتب الوطني وحتى على مستوى الوكالات ذات الامتياز وعلى مستوى المدبرين المفوضين تيديروا المواطن بجميع الفئات ديالو. الآن التعريفة الانتقائية تتخلي المواطن اللي تيستهلك طبيعي اللي تيوصل 300 ولا 400 كيلووات في الشهر طبيعي يخلص. وهادو ملي تنشوفوا شنو عندنا على المستوى الوطني هادو ساكنة محدودة جدا. لان 5.3 مليون ديال الساكنه المغربيه او البيوتات المغربيه ليست معنيه بهذه الزياده فالتعريفه الانتقائيه تجي في هذا الاطار باش يوقع واحد النوع من التوازن باش كل واحد يتحمل مسؤوليته في الاستهلاك ديالو فيما يتعلق بداك الشيء اللي وقع في الشمال ديال امانديس هناك اخطاء ارتكبت لانه حنا تنتكلموا على المكتب الوطني لكن على مستوى التوزيع كاين المكتب الوطني كاين التدبير المفوض وهناك اعتراف بان هناك اخطاء ارتكبت ويجب ان تصحح واحد كاع الفواتير تقريبا اللي وقع فيها اشكاليات يجب ان تعاد والرئيس السيد رئيس الحكومه بمعيه وزير الداخليه سيحرصون على هذا الامر لانه هناك فعلا تجاوزات على مستوى العدادات المشتركه اللي ما طبقاتش على مستوى التقيد بقراءه العداد بشكل يعني شهري الى غير ذلك من الامور اللي غادي تصلح اما القضيه ديال ان نتحدث على ان هذا المرسوم مشؤوم وهذا فيه الحكومه هذا كلام مردود عليه لأنه اللي وقع هو أن المكتب الوطني مرة أخرى
ما وقع له تتسبب فيه المسؤوليات السابقه التي تحدث عليها السيد النائب للاسف الشديد، لان احنا لقينا المكتب الوطني كان على حافه الكارثه، ولولا اننا اصلحناه وعدنا اليه التوازن لكان الضوء تتقطع على المغاربه في جميع المناطق. فبالتالي لما تيجي هذا الاصلاح وتيحيد الاشطر الاجتماعيه وتيحيد عموم البيوتات المغربيه، طبيعي من مقتضى العداله الاجتماعيه ان الناس اللي سيستهلكوا هما اللي يخلصوا. ان تقع بعض الاشكالات في بعض المدن على مستوى خاصه التدبير المفوض، هذه امور لم تنكرها الحكومه، وان كانت ما عندهاش مسؤوليه مباشره عليها، لان كاين واحد العدد ديال المسؤوليات تترتب على الذين داروا التعاقدات، واللي كان مفترض انهم يسهروا على احترام التعاقدات، لانه حتى العقد ديال التدبير المفوض في امكانيات ديال المراجعه. واحد العدد للاسف الشديد ديال الجماعات لم تقوم بذلك، لكن مع ذلك حنا تحملنا مسؤوليتنا كحكومه وطلبنا ان يعاد النظر في كل الامور وان يتم تطبيق المقتضيات ديال العداد المشترك اللي هذه الحكومه هي اللي حلاته. سابقا كان حتى اللي ما عندوش سكن داخل في اطار الهيكله ما كانش يمكن له ياخذ العداد، الان نحن حللنا هذه الاشكالات، لكن لا ينبغي ان نعود الى امر اساسي اللي هو مهم. شكرا سيدي. وان هذا كان في